نجم الكرة المصري محمد صلاح حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة ليفربول الافتتاحية للموسم الحالي، ومع تسجيله الهدف الثاني لليفربول ضد أيبسويتش رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لتسع أهداف، واللي كان بيتقاسم الرقم القياسي قبل كده مع فرانك لامبرد وواين روني ولان شارر. تفاصيل أكتر عن إنجازات وأرقام صلاح هنتعرف عليها. معنا طبعا دلوقتي الكابتن ابراهيم هلهول المدير الفني بالاتحاد الانجليزي. صباح الخير عليك. صباح الخير استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المشاهدين والاستاذه منى. صباح الخير، يا اهلا بيك يا إن كابتن. موجود كابتن، اهلا بحضرتك. بدايه صلاح امبارح بتؤكد انه داخل دخله قويه جدا في بدايه الموسم عشان عايز يعمل حاجه في الموسم على ما اعتقد. يعني محمد صلاح النهارده استاذ محمد، عايز اقول لحضرتك ان هو النهارده من اقوى لعيبه الارض. محمد صلاح النهارده مباراه امبارح حلو التعبير ده. يعني ده حاجه جميله جدا. انا بصراحه كمدرب كمشجع لمحمد صلاح كمحب لمحمد صلاح، مش انا بس فخور جدا وسعيد، مش قادر اقول لك السعاده والحب، ويعني مش قادر اوصف فرحتي ان محمد صلاح في سن 31 32 سنه النهارده بيتالق من اقوى لعيبه الارض. النهارده بيبعت كمان ده النهارده في كل الجرايد الانجليزيه بيبعت يعني تحذير شديد اللهجه لارن سلوت. انا بكمل مسيره الثمان سنين اللي كانوا مع يورجن كلوب، انا بكمل المسيره، انا موجود معاك، انا القلب النابض لنادي ليفربول. محمد صلاح النهارده كابتن محمد صلاح القلب النابض لليفربول. النهارده ليفربول يعني هو البيس بتاعهم، هو القاعده بتاعتهم، هو المحرك الاساسي. لا ما شاء الله، فايق، اخد كل حاجه بروفيشنال، اخد كل حاجه سيريس قوي، مش راجل شغال، كل زمايله كمان بيثقوا فيه. يعني انت بتتكلم ان هو رقم واحد النهارده في من احسن لعيبه العالم. النهارده عدى ما شاء الله فرانك لامبارد وروني وشيرر وتيدي شيرنجهام، وعايز اقول لحضرتك يعني تسع اهداف كل موسم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بيحرز في بدايه الدوري الانجليزي. احنا طبعا عايزين نقول ان الدوري الانجليزي ده احسن واشيك واقوى دوري في العالم. محمد صلاح بيتالق، محمد صلاح بيثبت لكل يوم للكره الانجليزيه والدوري الانجليزي ان هو فعلا ايجيبشن كينج، هو رقم واحد. طبعا مباراه امبارح كان بعد المباراه بيتكلم خلاص الراجل اندمج كمان في الاجواء الانجليزيه، المذيعه بتقول له ايه رايك في المباراه؟ قال لا احنا بنحقق مش كفرد صلاح، احنا بنحقق كتيم، احنا بنكمل مسيره الثمان سنين بتاعه يورجن كلوب. فيعني انا فخور جدا بيه. مباراه كلنا اتفرجنا عليها امبارح متعه. الشوط الاول طبعا ايبسويتش حاولوا 45 دقيقه عشان يصمدهم، ولكن طبعا ليفربول بخبراته بلعبته بالمدرب الجديد، حتى المدرب كمان انا فرحت جدا كابتن محمد لما طلع امبارح وقال ان احنا عندنا في الشوط الاول مشاكل الالتحامات الهوائيه، مدرب يعني هيكون اضافه كبيره جدا لليفربول. اعتقد ان التيم كله يعني شغالين ان هم عندهم هدف واحد ان هم يفوزوا بالدوري الانجليزي السنه دي. هنتفرج على دوري، هنتفرج على مباريات قويه جدا، هنتفرج على دوري الاجمل والاحلى والامتع على مستوى العالم ان شاء الله اللي هو البريمير ليج. هاخد من كلامك يا كابتن وهاخد كلام كابتن صلاح كمان اللي قاله امبارح، صلاح اذا ما عملش الهدف هو بيساهم في صناعته. لما نيجي نقول مساهمات صلاح في الفترة اللي فاتت 300 مساهمة مع ليفربول في الأجوان من إجمالي 350 مباراة، 300 مساهمة في صناعة هدف. مظبوط، 300 من 350 بسم الله ما شاء الله. يعني محمد صلاح مش يعني هو مش كمان مش بيأثر بس على التهديف بس، لا ده بيأثر كمان على 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 زمايله جوه الملعب، حاجه ما كانت ما شاء الله تبارك الله. يعني ماكينه اهداف متحركه، بيعمل كمان اسيست، ثقه، صلاح بيفتح كمان المجال لزمايله، بيعمل سكان للملعب، تحركاته مطلوب منه ان هو ياخد الكوره ويقف يعني يسحب الفرقه في التلت الهجومي. لا صلاح لاعب استثنائي، مش هو بس مش بنتكلم على كده بس، لا الارقام هي يا استاذه هي اللي بتتكلم وتقول كده. ويعني عايز اقول كمان اللي علاقته كمان بزمايله بسولوس باي، هنتفرج على ثنائي جامد قوي صلاح وسولوس باي. صلاح وسولوس باي السنه دي الناس بدات تتكلم، المحللين هنا بداخل الكره الانجليزيه، ان هم الفتره اللي جايه دي هيشوفوا لعيبه يعني بتقرب من صلاح. ليه بقى؟ الخبرات،
صلاح بقى دلوقتي يعني بالكوره كده خلاص وصل لمرحله النضج الكروي العالي قوي، ان النهارده هو يعني عايز اقول لك حضرتك ان هو مدرب داخل الفرقه داخل الملعب، بيبقى الناس كلها بتبقى فيه ثقه، مش ثقه بس للعيبه، ثقه بس للجهاز الفني، ثقه للجماهير، ثقه لكل الناس اللي موجوده. صلاح موجود تقله في الملعب يعني حاجه مهمه جدا للنادي ليفربول. طبعا ليفربول انا عايز اقول لحضرتك ان هو يعني بيتكلموا عليه امبارح، فقالوا ان هو رمز التفوق والثبات وافضل لعيب العالم، والانجاز اللي بيعمله مش انجاز شخصي، لا ده انجاز للفرقه كلها. وصلاح كمان يعني كمان التاثير داخل الملعب زي ما قلت لحضرتك ان هو بيتحرك بدون كوره، دي حاجه طبعًا جميله جدا. طيب كابتن ابراهيم، البعض كان بيتوقع واعتقد انه توقعاتهم بتبقى منطقيه الى حد ما، انه مع تغيير الجهاز الفني والمدير الفني للفريق الوضع بيختلف شويه، خصوصا احنا عارفين علاقه صلاح بيرجن كلوب كانت عامله ازاي. شايف صلاح الفتره اللي جايه هيكون عامل ازاي؟ مكمل مع ليفربول بنفس الاداء بنفس الروح بل واكتر كمان؟ ويمكن كلام حضرتك فيه برضو جزء من اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، انه اللعيبه بقت بتثق فيه لان هو بقى الخبره، يعني صلاح موجود فالفريق مطمن. بالظبط كده، انا من وجهه نظري صلاح هيجدد ان شاء الله قبل موسم، قبل يعني قبل شهر 6 25 يعني شهر يونيو اللي جاي ان شاء الله العقد بتاعه هيخلص. صلاح قال لك يعني خلاص الراجل قاعد. بص يا كابتن محمد، خليني اقول لحضرتك اخدك على حته كده، احسن ملاعب، احسن سيستم موجود في العالم، احسن سيت اب، انا مش هسيب كل دوت واروح ادور زي ما قلت قبل كده، اروح ادور على بدايه ان انا اروح اتالق في مكان تاني، لغه جديده، مكان جديد، انا احسن واحد، انا الكينج دلوقتي، انا رقم واحد. صحيح. وبنافس على الكره الذهبيه خصوصا دلوقتي. كمان انه واخد مكانته مش بس مع الجهاز الفني، كمان مع اداره النادي ومع الجماهير كمان. بالظبط كده، حضرتك لما كانوا في امريكا بص كان الناس كلها بتجري تتهاجف عليه ازاي، بسم الله ما شاء الله، ظاهره لن تتكرر، ظاهره قويه جدا، لعيب بسم الله ما شاء الله متكامل، عنده المنتاليتي عالي قوي. لما اتكلم هو محمد صلاح زمان على حته المنتاليتي، انا فعلا انا بتكلم كمدرب وك يعني انا موجود في المطبخ وبقابل لعيبه وبشوف طبقات من اللعيبه بتروح وبتيجي، لا المنتاليتي فعلا او يعني انت التفكير، انت يبقى عندك ايه اللي انت عايزه، وانت عايز ايه، انت عايز ايه من الكوره، انت هدفك ايه، ال 10 15 سنه اللي انت بتلعبهم ولا 12 سنه اللي بتلعبهم، هل انت يعني محتاج ايه، عايز ايه من الكوره، هيكون عندك شويه حرمان ولكن بعد كده هتوصل وهتحقق كل اللي انت نفسك فيه، هتمشي وتقول انا خلاص بقيت نجم ولعبت لك موسم وخلاص واتالقت وبعدت عن الخط، وزي ما بيقولوا يعني لو ماشي على سطر وتسيب سطر هتروح في حته تانيه خالص، ولكن لو انت ركزت والتزمت وجيت على يعني الفتره بتاعت الكوره دي واشتغلت على نفسك شويه ذهني وبدني وعرفت ان الكوره دي فعلا هي دي اللي هتقعد لك بعد ما تبطل السيره والسي في بتاعك اللي انت عملته والتالق بتاعك دوت، هو ده اللي انت اللي هتلتزم بيه، ولكن لو انت فضلت بقى ان انت هتبقى في الاضواء وخلاص بقى وتنزل تطلع تعمل انترفيو وتشتغل هنا وتشتغل هنا وتطلع في الفضائيات وما تركزش وتسهر وما تشتغلش على نفسك وتنام بدري، محمد صلاح بيقعد في الجيم 3 ساعات، محمد صلاح عنده حرمان، انا على المستوى الشخصي شفته قربت منهم، دخلت مع النادي ليفربول. لا عايز اعرف يعني ايه عنده حرمان، الجمله دي مقصود بيها ايه؟ في حرمان كتيره يا استاذه حضرتك، احنا هنا بننام من الساعه 8، يعني مش ممكن اروح فرح الساعه 2 واسهر وتاني يوم الصبح اطبق زي ما يروح اللعيبه. خلينا نقول بقى عنده التزام ناحيه مستقبله اكتر من ان هو عنده حرمان. بالظبط، يعني انا طبعا يعني أنا ما يبقى في التزام وفي في عنده سيستم، السيستم هنا قوي جدا، مش اي حد يلعب في البريمير ليج، مش اي حد يلبس التيشيرت بتاع البريمير ليج، سواء بقى بنتكلم على التوب 5 او التوب او الميدل تيبل او الناس اللي تحت، لا القوي جدا، احنا بنتكلم اربع ليجات الاولانيين اللي هي البريمير ليج تشامبيونشيب وليج 1 وليج 2، كوره قويه جدا، مش اي حد يجي يلتزم، لان الالتزام عندنا هنا صعب جدا جدا، لازم في التزام، لازم في ثبات، لازم يبقى في تفكير. محمد صلاح يا استاذه احنا في الاتحاد الانجليزي المحاضرين بيضربوا بيه المثل، بيجيبوه لنا ان هو راجل صاحب قرار، عنده شخصيه جوه الملعب وخارج الملعب، عنده قرار، بيفكر، بياخد القرار في اقل من ثانيه، هو ده اللعيب اللي بيقدر يكمل في الملاعب، الراجل اللي عنده المنتاليتي عاليه جدا، ودي نعمه من عند ربنا وموهبه، الالتزام،
المنتاليتي بيشتغل عليها جدا، والحمد لله كل يوم يمكن هو ده السبب اللي مخلي محمد صلاح محمد صلاح، الالتزام، المنتاليتي اللي حضرتك بتتكلم عليها والرؤيه المستقبليه، ان هو حاطط لنفسه خطه ماشي عليها. اعتقد ده اللي بيفرق. الكابتن ابراهيم هلهول المدير الفني بالاتحاد الانجليزي، شكرا جزيلا لوجودك معانا.